ينضم الينا عبر الانترنت من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادره الوطنيه الفلسطينيه اهلا وسهلا بك دكتور مصطفى منذ ريتشل كوري حتى عائشه نور نهج اسرائيلي لم يتغير، كيف يمكن فهم هذا الاصرار الاسرائيلي على ارتكاب هذه الجرائم؟ هذا الاصرار الذي يعكس يعني تجاهل ليس فقط تجاهل للقانون الدولي بل استخفاف بكل شيء اسمه قانون دولي واستخفاف بحقوق الناس اي اينما كانوا وايما كانوا حتى لو كانوا امريكيه الجنسيه حتى لو كانوا من اصل تركي او من اصل بريطاني هذا حصل مع ريتشل كوري من قبل وحصل مع توماس هارندل الذين اللذان استشهد في غزه في أثناء اجتياح القوات الإسرائيلية لذلك المكان والآن يحدث مع عائشة عائشة نور هذا الذي يحدث لأن إسرائيل لا تعاقب إسرائيل تشعر أنها فوق القانون الدولي وتشعر أنها محصنة أمام القانون الدولي والمسؤول الأول والأخير عن ذلك أولا الولايات المتحدة وإدارتها وكذلك الدول الغربية الأخرى التي تواصل السماح لإسرائيل بكل هذه الجرائم يعني خمسين ألف شهيد في قطاع غزة سبعة عشر ألف طفل استشهدوا الآن في الضفة الغربية نحن نقترب من رقم 700 شهيد وحوالي خمسة ألاف جريح وما الذي تفعله الدول الغربية لإسرائيل يعاقب ثلاث مستوطنين أو أربع مستوطنين بأشياء لن تؤثر بهم ولكن هل فرضوا عقوبه واحده على اسرائيل؟ هل قالوا ان قتل حتى مواطنيهم وهذه ليست عائشه نور ليست الامريكيه الاولى التي تقتل قبل ذلك انتم تذكرون جيدا ماذا جرى لشيرين ابو عاقله مراسله الجزيره وهي كانت ايضا تحمل الجنسيه الامريكيه ماذا جرى لمواطن امريكي عمره 82 عام؟ تم اعتقاله وتقييده وقتله فعليا بالتعذيب ومع ذلك لم يعاقب احد في اسرائيل، بالعكس الان الذي هل هل خرج بايدن ليدين اسرائيل مثلا؟ هل خرج بلينكن ليدير اسرائيل؟ لا الان سنسمع انهم سيحققوا في الامر وستكون لجنه تحقيق وبعد ذلك سيطمر القضيه، هذا ما نراه دائما وهذا يدل على ان هناك تواطؤ مع اسرائيل بالفعل دكتور هي صدرت بعض المواقف الامريكيه تحدثت عن حادثه وفاه والتحقيقات وانتظار المعلومات، لكن الان امام صمت امريكي خاصه انت الحالات التي ذكرتها كلها كانت تحمل الجنسيه الامريكيه، ما هي الصوره هنا التي يمكن ان يعني يعني يلبسها الموقف الامريكي؟ انا برايي الموقف الامريكي متورط مع اسرائيل في حرب الاباده الجماعيه متورط في مع اسرائيل في الدفاع عن جرائمها حتى ضد مواطنين امريكيين والان التعويل الاكبر يجب ان يكون على حراك المجتمع المدني في الولايات المتحده على حراك الطلاب والشباب وهذه الثوره الطلابيه التي ستتجدد بالتاكيد الان مع افتتاح العام الدراسي بل بدات تتجدد راينا اول مظاهره في جامعه كولومبيا والان الحبل على الجرار وانا برايي يجب ان تقوم ثوره مشابهه لما جرى ضد حرب فيتنام في حينه، ثوره كبرى ضد السياسه التي تتبعها الاداره الامريكيه في مناصره اسرائيل ودعمها. ليس فقط بايدن، اليوم ترامب يتحدث عن توسيع حدود اسرائيل، ويتحدث عن السماح لاسرائيل بضم الضفه الغربيه. اذا نحن نعيش ظروف تصبح فيها الولايات المتحده مشاركة تماما مع إسرائيل في الجريمة التي ترتكب حتى عندما يمس مواطنون أمريكيون ولكن القضية لا يجب أن تقتصر على نقد الولايات المتحدة نحن نريد أن نرى عقوبات من ألمانيا التي تواصل تزويد إسرائيل بالسلاح ونريد عقوبات من هولندا التي تصر على مواصلة دعم إسرائيل عسكريا ونريد أن نرى ما الذي ستفعله بريطانيا التي علقت تزويد إسرائيل بثلاثين 30... نوع من السلاح فقط ولكن واصلت تزويدها ب 320 نوع اخر. اليوم المطلوب اول شيء فرض حظر للتسليح وفرض حظر على العلاقات العسكريه مع اسرائيل هذا هو المطلب الاول والمطلب الثاني فرض عقوبات ومقاطعه عليها حتى ترتدع عما تقوم به تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه حقوق الانسان بشكل عام. طيب اذا اردنا ان نسال السؤال بالشكل المعاكس دكتور، هل فعلا لو فيما لو اتخذت مواقف دوليه اكثر تشددا من السلوك الاسرائيلي، هل فعلا كان سوف يتغير شيء على الارض؟ بالتاكيد اسرائيل لا تخشى الا العقوبات واسرائيل لن تردع الا بالعقوبات وهؤلاء يعني كما ذكر عدد من المحللين يحسبوا الامر حسب الربح والخساره. عندما تشعر اسرائيل ان هناك ثمنا لما تقوم به من جرائم وعندما تخسر اقتصاديا وتخسر عسكريا وتخسر علاقات وتخسر بالمقاطعه والعزله طبعا هذا سيؤثر بدون التقليل من حقيقه ان الذين يحكمون في اسرائيل اليوم حكام فاشيين وهؤلاء فاشيون تماما والمستوطنون المستعمرون طبعا هم اكثرهم فاشيه وهم قاعده الفاشيه وهؤلاء قد حتى قد لا يتاثروا بالعقوبات ولكن اذا تاثر المجتمع الاسرائيلي ككل بعقوبات جاده وحقيقيه هذا سيؤثر على النهج بصوره عامه وهذا اقل ما يجب ان نطالب به انظري الى ماذا يفعلون في اوكرانيا مش بس يزودوا اوكرانيا بالسلاح بمليارات الدولارات من السلاح بحجه انها تقاوم الاحتلال وانظري كيف يلقون حتى بيرسلون جنودهم ليحاربوا مع أوكرانيا أو تحت اسم مرتزقة في الواقع ولكن هنا ما الذي يجري دعم المحتل وإرسال حاملات الطائرات لتحمي قوة الاحتلال إسرائيل وتحمي من قاموا بأسوأ نظام تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد شعب آخر ويقوموا بنظام ويمارس نظام أبرتايد عنصري وتمييزي خطير بس النقطه الاخرى المهمه التي يجب الاشاره اليها قضيه السيده عائشة نور والتي نجلها ونحترمها ونقدر تضحياتها من اجل فلسطين ايضا كشفت كيف يتصرف الجيش الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين حتى عندما يتظاهروا سلميا كما جرى في 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 بيتا هؤلاء كانوا مظاهره سلميه لم يكونوا يحملون السلاح ولم يكونوا يطلقون الرصاص على الجيش الإسرائيلي ولكن يرد عليهم الجيش الإسرائيلي على مظاهرات سلمية بإطلاق الرصاص وقتل الناس وهذا ما فعلوه في غزة على مدار خمس أعوام من عام 2015 حتى عام 2020 كانت غزة تناضل بالمظاهرات السلمية وقاموا بقتل الناس وقطعوا أرجل أكثر من ألف إنسان هذا هو السلوك الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين قضية عائشه نور يجب ان تجذب الانتباه لكيف يعامل الفلسطينيون وكيف يعني رأيتم ما تسرب اليوم من صور مرعبه من سجن مجده في إسرائيل كيف يقوم الإسرائيليون بعد السجناء بالكلاب ويعذبوا الأسرى الفلسطينيين في سجونهم والآن تتسرب أخبار عن 600 فلسطيني قام الإسرائيليون بإعدامهم ميدانيا في منطقة سديتيمان معسكر الاعتقال الخطير إذا الذي جرى لعيش نور الشهيدة عيش نور شهيدة الشعب الفلسطيني كله اليوم يجب ان يكشف ويعري ما تقوم به اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني بشكل عام. طيب دكتور ارجو ان تبقى معنا بحديثك واشاراتك الى ما سرب من سجن مجد وسوف نعود اليك. اذا نشرت صحيفه هارتس الاسرائيليه مقطع فيديو قالت انه من سجن ماجد يظهر التنكيل بمعتقلين فلسطينيين واهانتهم وقالت الصحيفه ان حراسا في السجن قيدوا عشرات المعتقلين في الجناح الامني رغم عدم وقوع اي حادث استثنائي في السجن ونقلت هارتس عن مسؤول كبير في مصلحه السجون انهم على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجده نعود إليك دكتور مصطفى البرغوثي في إطار حديثنا عن هذه الصور التي سربت من سجن مجد هل تعتقد بأنها يمكن أن تترك أي تداعيات؟ ستساعدنا في فضح وتعرية ما يقوم به الجيش الإسرائيلي المحتل وستساعدنا في كشف وتعرية السلوك الإسرائيلي بشكل عام ولكن انا اشك انها ستترك تداعيات على الحكومات الغربيه المنحازه لاسرائيل. بس هم ليسوا من يهمنا الان، ما يهمنا الان هي جماهير بلدانهم وشعوب بلدانهم وتعزيز وتصعيد حمله الضغط على هذه الحكومات كي ترتدع عما تقوم به. انما في نهايه المطاف كل شيء يتسرب وكل يصبح سلاحا بيدنا لكشف وتعرية ما تقوم به اسرائيل، نحن نعرف اننا لن ننتصر في كفاحنا بالضربه القاضيه ولكن سننتصر بتسجيل النقاط الواحده تلو الاخرى. كل جهد يجري الان على الصعيد الاعلامي بما في ذلك جهدكم سيحدث تاثيرا طبعا لانه يغير الراي العام العالمي ويغير سلوك الشعوب وهذا في نهايه المطاف لا يمكن الا ان يكون له تاثير ولكن اهم شيء هو يجب ان يوحد الشعب الفلسطيني. الذي يدرك اليوم ان اسرائيل لا ترحم احدا ولا تستثني احدا وبالتالي يجب ان نكون جميعا موحدين في مواجهه هذا القمع ومحاولات الاذلال التي تظهرها هذه الصور عندما يستخدم الكلاب بهذا الشكل المتوحش ضد اسرى مقيدين ومجبرين على الانبطاح على الارض لكن هناك معلومات اخرى سربها الان او ذكرها الان اسرى افرج عنهم كيف كان جنود الاحتلال يسحبونهم الى مناطق لا توجد فيها كاميرات او غير مغطاه بالكاميرات ويقوموا بتعذيبهم تعذيبا شديدا ولذلك بالاضافه الى حوالي 600 شخص اعدموا ميدانيا لدينا الان معطيات عن 58 فلسطيني استشهدوا باعتراف اسرائيل استشهدوا في السجون تحت التعذيب بمن فيهم اطباء و اخصائيين اخصائي جراحه عامه واخصائي نساء وولاده ومهندسين وغير ذلك تقوم اسرائيل باستخدام التعذيب كوسيله خطيره جدا ورايتم انتم طبعا الصور عندما تستر الجنود بالدروع التي يملكونها ليمارسوا عمليه اغتصاب ضد احد الاسرى واعترفت اسرائيل بوقوع ذلك واعترفت بان عشره من الجنود شاركوا في تلك الجريمه التي أدت يعني إلى ليس فقط اغتصاب الأسير الفلسطيني بل إلحاق الأذى الجسدي به بصورة خطيرة جدا مما استدعى إجراء عملية جراحية له طيب باستفاضة أكثر عن الأسباب التي تشجع مصلحة السجون أو حتى حتى إسرائيل بشكل عام على كل ممارساتها هل هو صمت المجتمع الدولي بشكل أساسي أم هو عدم المساءلة أم الاثنان معا ساهما في ذلك ثلاث عوامل تساهم في ذلك. العامل الأول الفاشية في إسرائيل. إنه جنوح المجتمع الإسرائيلي بأسره نحو الفاشية. باستثناء طبعاً هناك استثناءات ومنهم أولئك الذين فضحوا هذه القصة عبر صحيفة آرتس. باستثناء أشخاص شرفاء مثل العاملين في منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان الذين لا يتوانوا عن نشر وتعرية ما يقوم به المستعمرون المستوطنون والجيش أيضاً. لكن الغالبيه الساحقه في المجتمع الاسرائيلي تسير نحو الفاشيه بل اصبحت فاشيه الى حد كبير، هذا يشجع هؤلاء المجرمين على ارتكاب كل هذه الجرائم دون ان يشعروا بانهم يرتكبون خطا. الامر الثاني طبعا صمت المجتمع الدولي وصمت الحكومات الغربيه على هذه الجرائم حتى عندما تكشف حتى عندما تكشف وتعرى حتى الاعلام الغربي يتجنبها. وبالعكس يواصل الحديث عن الرواية ويستذكر الرواية الإسرائيلية الكذابة عن اغتصابات لم تحدث وعن قطع رؤوس أطفال لم يتم ويغطوا على الجرائم التي ترتكب ضد إسرائيل طبعا هذا هو العامل الثاني الذي يشجع إسرائيل بس في عامل ثالث وهو برأيي وأنا أقول ذلك بكل أسف استمرار مماطله محكمه الجنايات الدوليه في اصدار حكمها باعتقال نتنياهو وجالانت على جرائم الحرب التي ارتكبوها واطاله محكمه العدل الدوليه لمداولاتها بشان حرب الاباده الجماعيه التي جرت في غزه. انا برايي لم يعد الوقت يحتمل ولم يعد هناك مبرر لهذه الاطاله، انا اعرف ان محكمه الجنايات الدوليه تتعرض لضغوط هائله من دول عديده. ولكن لم يعد هناك مبرر وإلا سيسقط كل إيمان في العالم بوجود شيء اسمه القانون والقضاء الدولي هذا شيء في غاية الخطورة هو الذي يحدث هاي برأيي العوامل الثلاثة التي تشجع مجرمين في مثل هذه السجون على ارتكاب هذه الجرائم من لا يجد من يردع يمكن أن يقوم بأي جريمة في الدنيا طيب دكتور هناك اليوم دعوات لان تكون هناك استراتيجيه فلسطينيه موحده لمواجهه العدوان الاسرائيلي في الضفه الغربيه وعلى مختلف الجبهات، هل يمكن برايك تحقيق ذلك الان؟ ما الذي ينقص ذلك حتى يصبح حقيقه؟ أنت تعلمين أننا منذ عشرين عاما ونحن نطالب بتشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني ومنذ أكثر من عشرين عاما ونحن نقول أن اتفاق أسلو فشل ولم يقتنع كثيرون الآن لم يعد هناك من يستطيع أن يدعي أن اتفاق أسلو لم يمت ويقبر على يد نتنياهو والحكومة الإسرائيلية إذا لم يبقى سبب للاختلاف داخليا فلسطينيا على البرنامج والنهج لا يوجد أمامنا سوى طريق واحد طريق النضال والكفاح والمقاومة لكل ما نتعرض له من على يد الجيش الاسرائيلي والحكومه الاسرائيليه والحركه الصهيونيه التي تريد تصفيه القضيه الفلسطينيه برمتها. ولم يعد هناك مبرر للتقاعس عن تشكيل قياده وطنيه فلسطينيه موحده. ولكن للاسف الشديد رغم اننا وصلنا في بكين في اجتماع بكين بمشاركه كل القوى الفلسطينيه وصلنا الى صيغه مشتركه. لتشكيل حكومه وفاق وطني كخطوه اولى في الاتجاه الصحيح ولدعوه الاطار القيادي لمنظمه لتفعيل منظمه التحرير الفلسطينيه بحيث يخلق قياده وطنيه موحده رغم ذلك مر اكثر من شهر وربما اسبوع ولم تقم السلطه الفلسطينيه باي خطوه في ذلك الاتجاه انا برايي هذا خطا كبير ومن واجب السلطه ان تبدا فورا بتنفيذ ما اتفق عليه في بكين ووقعت عليه القوى الفلسطينية الأربعة عشر لم يعد هناك مبرر للمراهنة لا على حل وسط مع الحركة الصهيونية التي التي سارت نحو الفاشية ولا على الولايات المتحدة كوسيط بعد أن أظهرت هذا الانحياز المطلق لإسرائيل ليس أمامنا سوى أن نوحد طاقاتنا وإذا وحدنا طاقاتنا ستتضاعف قوة النضال الوطني الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني مئات المرات اسرائيل لعبت واليوم ينكشف ذلك ويعترف به الاسرائيليون لعبت اسرائيل كثيرا على وتر الانقسام الداخلي الفلسطيني بل شجعته وعملت على فصل غزه عن الضفه بكل طاقتها وعملت على فصل القدس عن الضفه الغربيه وعملت على فصل اهل الضفه الغربيه عن اهلنا في الداخل هذا شيء معروف وبالتالي اليوم احسن وسيله لصد الهجمه الاسرائيليه هي الاسراع في التوافق على استراتيجية وطنية موحدة وعلى قيادة وطنية فلسطينية موحدة دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية شكرا جزيلا لك حدثتنا من رام الله